ما أشبه اليوم بالبارحة بين حرب عام 1948 وحرب غزة 2023. الدماء واحدة، دماء تخطت بغزارتها كل حرب عاشها الشعب الفلسطيني. عدد الضحايا هو الأعلى منذ عام 48 بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إذ بلغ عدد القتلى الفلسطينيين وفق الجهاز أكثر من 22,400 قتيل، 98% منهم في قطاع غزة، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7,000 مفقود. أكفان بيضاء تراصت في كل مكان لتشهد على حرب لم تعرف فلسطين لها مثيلا منذ 75 عاما، حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في معارك عام 48 نحو 15,000. فاتورة باهظة تعد الأكبر منذ عقود، وستتذكرها حتما أجيال صاعدة استعادت ذكريات ما أطلق عليه أجدادهم النكبة.